نروح لملعب مختار التتش بالجزيرة، محتاجين نطمن على الفرقة وهي بتستعد ليلة المباراة للقاء الجونة في الدوري العام. طبعا برحب بزميلي العزيز كريم أحمد مراسل قناة النادي الأهلي من قلب الحدث عشان نعرف منه آخر الاستعدادات بالنسبة لمباراة الجونة. مساء الخير يا كريم. مساء الخير عليك زميلي العزيز محمد سعيد، كل التحية ليك طبعا وكل التحية لكل جمهور وعشاق متابعي قناة الأهلي في كل مكان. طبعا في اللحظات دي محتاجين نطمن منك على استعدادات الفريق ليلة المباراة، أكيد ظاهر قدامك المجموعة اللي ممكن تتدرب أو تدخل القائمة، مين ممكن ما يكونش موجود في قائمة الغد؟ كان في كلام كثير جدا على لعيبة بعد مباراة الزمالك ممكن تكون موجودة زي صالح جمعة، أحمد الشيخ، أكيد أنت في قلب الحدث وشايف كل التفاصيل، فاطلعنا بقى من خلالك عن كل ما يدور داخل ملعب مختار التتش. طبعا اكيد طبعا زميلي محمد سعيد، في البدايه يعني ان شاء الله باذن الله بقى تكون انطلاقه جديده مباراه الجونه، النادي الاهلي والجونه طبعا غدا على استاد القاهره باذن الله، تكون انطلاقه جديده لفريق النادي الاهلي. مش هنتكلم بقى على اللي فات خلاص، وده اللي اكد عليه الجهاز الفني، يمكن كان في محاضره سريعه جدا قبل انطلاق المران اللي بدا فيه تمام الساعه 5:30 اليوم النهارده على ملعب مختار التتش، كل طبعا الكلام في اللي مع الجهاز الفني وكابتن سعيد عبد الحفيظ غلق الصفحه تمام، بقى التركيز في الفتره اللي جايه كل الامور دي نعديها، خلاص عندنا مباراه مهمه جدا مباراه الجونه، في عناصر مميزه جدا بتلعب كوره جيده جدا، محتاجه تركيز، محتاجه شغل فني كبير جدا، وده اللي الحقيقه بيقوم بيه الجهاز الفني ومستر ريني فايلر المدير الفني لفريق النادي الاهلي. بالفعل زميلي محمد يمكن بدا التدريب، يمكن اقول من 5 دقائق او 10 دقائق بدا بالفعل تدريب فريق النادي الاهلي، يعني خلاص بقى نقدر نقول الفتره اللي جايه محتاجه تركيز وحماس وجديه كبيره جدا بالنسبه للاعبين وبالنسبه لكل جمهور النادي الاهلي بيساند وبيدعم وعلى وعي كبير جدا، وده اللي بنشوفه الحقيقه زميلي محمد، وبنشوفه سواء على الكومنتات اللي بنشوفها على السوشيال ميديا، جمهور النادي الاهلي كبير جدا وقيمه النادي الاهلي كبيره جدا، وده اللي ان شاء الله واصل للعيبه، يعني الحمله اللي فاتت وكل الامور اللي فاتت والانتقادات الكبيره جدا لكل النادي الاهلي انعكست على اللعيبه، وده اللي مستنيها بقى يكون في تجدد دوافع بشكل كبير، نشوف بقى شخصيه النادي الاهلي من جديد، نشوف روح الفانيله الحمراء، كل ده باذن الله هنشوفه بامر الله النهارده غدا في 90 دقيقه تكون قويه جدا اداء ونتيجه ان شاء الله لفريق النادي الاهلي. عايز ابدا معاك بنقطه مهمه جدا وهي صالح جمعه، يعني طبعا صالح جمعه زي ما بنقول كان عنده اصرار كبير واشتغل على نفسه بشكل كبير جدا خلال الفتره اللي فاتت، والحقيقه انت عارف يا محمد احنا بنبقى متواجدين في التدريبات قبل التدريب، التدريب بيبقى 5 قناه الاهلي بيكون متواجده قبل التدريب باكثر من ساعه، صالح جمعه بيكون متواجد قبل التدريب، تدريب 5 يكون موجود 3، تدريب 9:30 بيكون موجود الساعه 7:30 الصبح، ده واضح جدا من تركيزه واهتمامه ان هو عايز يرجع من جديد لصفوف القلعه الحمراء، وايضا كمان لمشاركه معه في كل لعيبه النادي الاهلي سواء في بطوله الدوري العام او البطوله الافريقيه. لكن من الواضح النهارده طبعا ان صالح جمعه لسه بيتم تجهيزه، شفناه النهارده مع الكابتن سامي قمصان مدرب فريق النادي الاهلي مع محمود عبد المنعم كهربا، تدريب فردي، تدريب كان كوره، كان تدريب قبل التدريب كان الساعه 3 عصرا، انت عارف تدريب 5:30 تدريب يمكن الخاص بيه كل اللعيبه اللي ما كانتش متواجده او اللعيبه تحديدا اللي موقوفه زي محمود عبد المنعم كهربا، صالح جمعه ادى تدريب قوي جدا النهارده، التقرير الطبي، التقرير الغذائي، كل الامور دي منتظرها مستر ريني فايلر، زيادات الوزن، موضوع الدهون، كل الامور دي شغال عليها الجهاز الطبي بشكل كبير جدا ومع مسؤول التغذيه ايضا هنا في النادي الاهلي، لكن كنا بنتمنى نشوف صالح في مباراه الغد او في القائمه، لكن من الواضح ان شاء الله ان في تجهيز قوي لصالح، يعني اكيد الجهاز الفني عايز صالح يكون متواجد في ارضيه الملعب بصوره كامله وان هو يظهر لكل جمهور النادي الاهلي وهو في الفورمه وهو جاهز بنسبه 100%، فان شاء الله باذن الله بنتمنى كل التوفيق لصالح جمعه ان هو يستمر مع الالتزام المميز ده ليه وان شاء الله يكون متواجد. بالظبط احمد الشيخ كمان يمكن دي النقطه اللي انا كنت بكلمك عليها، متواجد بكل جديه في التدريب، بيشارك بكل جديه النهارده، خلاص الام الكاحل دي راحت بالنسبه له، وده اللي اتاكدنا عليه من طبيب النادي الاهلي خالد محمود، ان شاء الله باذن الله النهارده ينتهي التدريب بدون اي اصابات وبدون اي كدمات للاعيبه النادي الاهلي. وليد سليمان ايضا اللي هيكون غايب عن مباراه الغد، وليد سليمان يمكن عنده صعوبه في التنفس شويه للكدمه القويه جدا اللي كانت في مباراه الزمالك، هي في الكتف وفي الصدر زميلي محمد، بالظبط يمكن ده اللي اطمنت عليه من طبيب النادي الاهلي ايضا خالد محمود، قال لي عنده صعوبه شويه في التنفس، ياخد من 4 أيام لـ5 أيام بعد مباراه ان شاء الله مباراه الجونه غدا. ايضا كمان محمد دهاني اللي هيغيب 3 انذارات، محمد دهاني مش هيكون متواجد في مباراه الغد، لكن كل اللعيبه بقى زميلي محمد جاهزه بشكل عام، لعيبتنا ان شاء الله باذن الله تكون في الميعاد بالنسبه لبكره ان شاء الله، التدريب شغال دلوقتي، يعني في جزء تكتيك هيكون النهارده كبير جدا، هنشوف كرات ثابته، هنشوف تمركزات، هنشوف امور عديده جدا مستر ريني فايلر مركز عليها بشكل كبير، لكن ان شاء الله باذن الله لعيبتنا باذن الله النهارده غدا تحقق 3 نقاط جدا. حسين الشحات كمان عشان ما انساش ان شاء الله باذن الله في خلال 4 أو 5 أيام هيكون متواجد ان شاء الله في النادي الاهلي، هيعمل مسحه طبيه الاول، هينتظر طبعا نتيجه المسحه لان يكون بقى متواجد في المستطيل الاخضر يكمل باقي التاهيل الخاص بيه وان شاء الله يعود من جديد، المسحه ايضا كمان الخاصه بيه النادي الاهلي لاجريت من 48 ساعه مسحه سلبيه تماما، وده اللي اكد عليه الكابتن سيد عبد الحفيظ، باذن الله ان شاء الله القادم يكون افضل زميلي محمد لكل لعيبه النادي الاهلي. انت اتكلمت في نقطه مهمه جدا يا كريم وهي عليها علاقه بتجدد الدوافع، دي نقطه كانت بيتميز بها النادي الاهلي خلال سنوات سابقه وكان بيشتغل عليه اكتر من مدرب مع الاهلي، ان دايما الاهلي بيتميز عن اي منافس اخر وانت كسبان او انت خسران ازاي تجدد الدوافع عشان تستمر دايما في المركز الاول وعندك معترك مهم جدا خلال الفتره الجايه.
بالتاكيد يا محمد. طبعا دي نقطه مهمه جدا، لان احنا معروف طبعا لعيبه النادي الاهلي 90 دقيقه بتنتهي بيفرحوا 3 دقائق، ثم بعد كده بيكون في مباراه ثانيه، ومحتاجه ان تكون دوافع متجدده بشكل كبير. الحافز موجود، الدافع موجود، الرغبه موجوده عند لعيبه النادي الاهلي. ابقى بنشوف اللعيبه مجمعه مع بعض، دي بتنعكس علينا، وبنقول ان اللعيبه يمكن مركزه وعندها ثقه ان هي تحقق نتيجه. طبعا النتيجه بتاعت ربنا سبحانه وتعالى، كل بيبذل كل مجهود. احنا شفنا مباراه الزمالك اكثر من فرصه يمكن النادي الاهلي اهدرها، ما كانش فيه توفيق، لكن لعيبتنا عندها حافز كبير جدا وعندها رغبه ان هي تسعد كل جمهور النادي الاهلي. بنشوف ان جمهور النادي الاهلي بيساند وبيدعم اللعيبه، بينعكس عليها وبتوصل لها الكلام ده. هدف وحيد هو هنا وداخل النادي الاهلي، سواء للاداره او للعيبه او الجهاز الفني، هو اسعاد الجمهور ووصول النادي الاهلي الى القمه. ده اللي بنقوله وبناكده. احنا فارقين ان شاء الله بفارق نقاط كبير، منتظرين اكتر من كده كمان. جمهور النادي الاهلي طماع، عايز الفرق يبقى 17 و18 و20 ان شاء الله. ودي حاجه ونقطه ايجابيه وصحيه جدا لكل جمهور النادي الاهلي. ان شاء الله يا محمد القادم يكون افضل باذن الله لعيبه النادي الاهلي. زميلي العزيز كريم احمد، بشكرك شكرا جزيلا، كنت معنا على الهواء مباشره من ملعب مختار التتش للتعرف من خلالك على كيف يستعد الاهلي لمباراه الجونه.